العقدات مؤتمر فيها الضفير شكل حدث استثنائية لأنه تميزت برسالة ملكية سامية عكست رؤية متوسطة لجلالة الملك فيما يتعلق بالعلاقة التي تطبع مكونات العدالة بالاستثمار. وأكيد أن الموضوع شكل إحدى تحديات ورهانات مطروحة على بلادنا لأن هناك تنمية ولا استثمار بدون توفير بيئة قانونية وقضائية آمنة تحفز المستثمر وتطمئنه على استثماراته. وكذلك كان هذا المؤتمر مناسبة لمناقشة وبسط مجموعة من الأفكار والتصورات التي امتزجت فيها كلمات القادم بالاقتصاد بالاستثمار وخلصت إلى أفكار وتصورات مشتركة حول الإشكالية والموضوع الذي تم اختياره كعنوان لهذه الدورة الثانية للمؤتمر للعمار. كذلك كان هذا المؤتمر مناسبة أيضا لتفعيل الدبلوماسية القضائية الموازية حيث تم عقد العديد من اللقاءات الثنائية وإبرام ممكن التفاهم مع مجموعة من الدول الصديقة ولا سيما الدول الإفريقية، وهذا في استحضار البعد الإفريقي الذي ما فيه صحيح الجلال يؤكد عليه وينخرط فيه في مختلف مكونات المملكة المغربية. المدعي العام عدد إليكم السيد المدعي العام الشاعر المغربي للمشاركة في مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة. الآن التقى مع السيد الوكيل العام للملك رئيس العام للملك المغربية من أجل بحث التعاون القضائي بين موريتانيا والمملكة المغربية الشقيقة على هامش هذا المؤتمر، وكان اللقاء متميزا وكان ناجحا. والسيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العام للملك المغربية الشقيقة دعا إلى تطوير هذا التعاون وشاركه السيد المدعي العام بالمحكمة العليا في موريتانيا نفس الاهتمام المشترك، وستكون فيه بحث توقيع مذكر التفاهم بين البلدين في مجال التعاون القضائي. C'est une conférence internationale avec tant de participants et je veux souligner qu'on a appris beaucoup de choses sur les évolutions récentes législatives au Maroc, notamment sur le statut du ministère public et également toutes les évolutions en matière de législation commerciale, en matière d'investissement. Donc je tiens à remercier le Maroc pour l'organisation de cette conférence. Ça, je vous rassure, Merci.